إعجازا وأكثر إبهارا. ولكن أحتاج إلى أن تركز معي قليلا لأن لغة الأرقام لغة. دعني أرى معك الفيديو ونرى كيف يتكاثر النحل، يتكاثر بطريقة عجيبة اسمها التكاثر العذري. ما هو التكاثر العذري؟ الملكة تضع عدد كبير من البيوض. على اليسار هنا البيضة الملقحة فيها شريط أزرق، شريط أزرق وأحمر. ملقحة تعطي أنثى، البيضة غير ملقحة تعطي ذكر. الكروموزومات الموجودة داخل خلية النحل، كل خلية من خلايا جسد النحلة فيها 16 كروموزوم، قلنا الإنسان 23 أما النحل 16. الذكر فيه 16 بينما الأنثى فيها 16 زوج لأنها ملقحة. 32 أيوة. إذن الرقم المميز في عالم النحل ما هو؟ الرقم 16. هذه المعلومة قبل 100 سنة لم يكن أحد يعلم شيئا عنها. الآن أصبح لدينا حقيقة علمية يقينية تقول لك إن الرقم 16 هو الرقم المميز في عالم النحل. لو فتحنا القرآن على سورة النحل ما هي؟ رقم سورة النحل 16. عدد آيات النحل سورة النحل 128 يعني 16 في 8. عدد كلمات سورة النحل 2080 يعني 16 في 130. يعني هل هذا بترتيب بشر؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام علم أن عدد كروموزومات النحل 16 فجعل سورة النحل رقمها 16 وعدد آياتها من مضاعفات 16 وعدد كلماتها من مضاعفات 16؟ آية النحل، دقق معي هنا، وأوحى، عد معي كلمة كلمة، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. 16 كلمة، وهي الآية الوحيدة في القرآن التي ذكرت النحل. عدد الحروف التي استخدمها القرآن في هذه الآية، حروف اللغة العربية قلنا 28 حرفا، الحروف الهجائية المستخدمة في هذه الآية 16 حرفا، الواو الألف الحاء الراء الباء كذا كذا إلى آخره 16 حرفا. سبحانك يا رب. طيب يعني ما هذه القوة الهائلة التي تتحكم برقم السورة، الحروف، عدد الآيات وعدد الكلمات وعدد حروف، عدد كلمات الآية وعدد الحروف التي تركبت منها الآية؟ حتى إن هناك شيء أكثر يعني إبهارا، أن كلمة النحل هي مرة واحدة في القرآن فقط، يعني القرآن ذكر النحل مرة واحدة. أين وضعت هذه الكلمة ضمن سورة النحل؟ الآية 16؟ لا، يوجد قبلها عدد من الكلمات وبعدها عدد من الكلمات. دعني أرى اللوحة لنرى الأرقام كيف تنطق بالحق. الكلمات التي تسبق كلمة النحل 992 كلمة، 16 في 62. تصور أن الله وضع كلمة النحل بعد عدد من الكلمات من مضاعفات رقم 16. عدد الكلمات من كلمة، وعدد الكلمات من النحل لآخر السورة 1088 يساوي 16 في 68. 68 هو رقم آية النحل، وأوحى ربك إلى النحل رقمها كم؟ 68. فهنا فعلا الإنسان يتوقف، لكنه وحي يوحى، ما هو إلا وحي يوحى. إذن هذه الحقائق تشهد على أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى كما قال عنه ربه سبحانه وتعالى.